جه مساء الرضا والسعادة على كل مشاهدي صدى البلد وبالتحديد مشاهدي مطبخ البلد. النهاردة هنعمل تورتة، هنتكلم عن طرق وكل خطوات التورتة وتزيينها علشان الناس اللي ما عندهاش إمكانية إن هي تشتريها جاهزة. فاحنا هنا بنعرفك إزاي تعملي تورتة اقتصادية على قد جيبك، وكمان هنقولك البدايل اللي تقدري تجيبيها من غير ما تصرفي كتير. في حاجات كتير حلوه في الفقره دي نتكلم، وفي طواجن بصوا مش عايزين ننط حواجز ونستعجل، تعالوا نرحب سريعا بالشيف القمر اللي منورانا اسراء سامح. اهلا، عامله ايه؟ انت ايه اخبارك؟ الحمد لله كويس. كله حلو؟ كله زي الفل. منورانا ومشرفانا، وكالعاده بتيجي كده ايه تحلي الفقره. عامله ايه اسراء؟ الحمد لله كويس. ايه اخبارك؟ الحمد لله اهو. قولي لي انت قلتي لي هنخلي الناس تعمل تورته في البيت على قد الايد. احنا مقادير التورته دي ايه الاول؟ مقاديرنا بقى بسيطه خالص. يلا. وجدا يعني عندي 6 بيضات، وعندي نص كيلو من دقيق الاسبونج، وعندي معلقه من محسن الجل، ودي اختياري تماما لان الدقيق الاسبونج هو كده كده في ماده الرفع بتاعته. تمام. وعندي فانيليا، وعندي نص كوبايه ميه وبس. يلا. كده هنحط ده كله بقى في العجان او في المضرب الكهرباء كله على بعض. اوكي. طب سؤال، عشان انا على فكره انا واحده من الناس اللي ما عنديش العجانه دي في البيت. مضرب كهرباء. يعني انا ممكن استبدل العجانه دي بان انا احط كل المكونات دي واستخدم مضرب كهربائي؟ بالظبط كده. بالظبط كده. اوكي. بس ما ينفعش المضرب اللي هو اليدوي، مش هتديني الرفع اللي انا عايزاه. يعني في أسوأ الاحوال المضرب اللي هو الكهرباء ده. بالظبط كده، هو ده اللي انا محتاجاه بس. حلو قوي. بص بقى كله كده على بعض. يبقى احنا حطينا بيض. ايه تاني؟ 6 بيضات ونص. حلو. كيلو دي اسبونج، ومعلقه من محسن الجل، وفانيليا، ونص كوبايه ميه وبس كده. حلو قوي. كله بقى مع بعضه، نسيبه كده يتضرب. يلا. عارفه حاسه ان احنا، عارفه المعمل بتاع فيلم سر طاقية الإخفاء؟ لما كان بيعمل البتاع وفجاه دخاخين كتير طلعت كده عشان بس البودره. ايوه. هنا بقى عندي الكيك طبعا مجهزاها. طيب دي عندي تسقيه لبن ومعلقه من قهوه سريعه الذوبان. ايوه، عشان تبقى طعمها بالقهوه، عشان تفضل معاكي في الثلاجه طريه لحد اخر قطع. اوكي. والتست بتاع الاسبونج كمان يبقى قهوه. شفتي اصلا الاسبونج عامل ازاي من جوه؟ اوكي. طيب تعالي ناخد رشا. مساء الجمال يا رشروشه. يا مساء الفل والجمال على الحلويات عليك. عامله ايه؟ والله تمام قوي 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 يا ندى. يا حبيبتي يا رب دايما. دي خالته. دي خالتك؟ اه. ازيك يا خالته؟ انت معاكي قلبي. عرفتها من يا حبيبتي. ربنا ربنا يخليها لكم يا رب. قلبي معاكي. ربنا يفرحكم بيها يا حبيبتي يا رب. يا اجمل ندى في الدنيا. حبيبتي كتر خيرك. قولي لي قولي لي، هي عشان توصل لمرحله انها تبقى شيف حلويات جامده كده بصراحه، دغدغت كم مطبخ؟ بوظت كم عجانه؟ يعني حاولي ما تجامليش، قولي. لا لا مش هجامل بصراحه، مامتها كانت سايبه لها المطبخ خالص. اوكي. وما ندمتش على القرار ده؟ لا 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 خالص والله، احنا فخورين بيها، فخورين بيها خالص هنا والله. حبيبتي يا حبيبتي يا خالته. ربنا يفرحكم بيها يا رب وتشوفوها يا ست البنات. يا اجمل سوسو في الدنيا. انا مش سامعه. بتقولك يا اجمل سوسو في الدنيا. حبيبه قلبي يا خالته. منورانا ومشرفانا يا ست سوسو. ربنا يخليك. طب بقول لك ايه، طيب الكيك اللي هي بتعمله ده هي عملته لكم في البيت قبل كده؟ يا خبر ابيض ما اقولكيش. طلع طعمها حلو؟ طبعا جدا. ده انا بصي انا بروح عندها عشان خاطر اكل الحلويات بس من ايديها. ربنا يا رب يديم لمتكم كده ودايما عامر. والله يعني مش عارفه انا اقول لك، انا بصي انا مبسوطه ان انا بكلم حضرتك. احنا مبسوطين كلنا، احنا سمعنا صوتك، وبجد اعتقد هي نفسيا كانت محتاجه المكالمه دي. شرفتينا وجمعتينا. انا بحاول من زمان ان اتصل بيكم بس مش بيجي وقت يعني. هو اكيد بس عشان ضغط المتصلين. بالظبط. شرفتينا ونورتينا يا حبيبتي. بس الجوانتي كده علشان طيب يقفل التقريب. قولي لي بتقولي ايه بقى؟ هلبس بس كده الجوانتي عشان ما بهدلش ايدي. على بعد كده بحط ايه الكريم يبقى عندي؟ يبقى احنا واحده واحده كده، يبقى احنا حطينا راق كيك رفيع، وبعد كده سقيناها، وبعدين سقيناها بعد كده بلبن ومعلقه من قهوه سريعه الذوبان، وبعدين حطينا طبقه من الكريم شانتيه تاني، وبعدين غطيناها تاني بطبقه من الكيك. بالظبط كده. اوكي. وحطيتي برضو على الطبقه اللي فوق دي لبن تاني. لبن والقهوه اللي هي سريعه الذوبان، صح كده؟ بالظبط كده. حلو. طب هي المفروض تقعد في العجانه، الخليط ده يقعد في العجانه قد ايه؟ هو اصلا خلص. اوكي. بصي بقى الخليط بيبقى كريمي كده. الله، هنشوفه دلوقتي. بصي بقى عايزه اوريكي حاجه. يلا وريني. اخر طبقه دي اللي هي بتبقى في الاخر خالص، اللي هي بتبقى في قاعده الكيك، بنحطها على الوش.
ليه بقى؟ علشان دي ما بيبقاش فيها فتافيت، يعني بصي تبقى نظيفه. أيوة، ما تاخدش معايا اي فتافيت. حلو قوي، بس كده. طيب تعالي كده، ايه ممكن يعني نساع بعضينا؟ ماشي، تيجي نساع بعضينا؟ يلا ماشي. عشان ما اقعدش اغلوش عليك، بس انا عايزه اقول لك بقى، لو انت جامده في الترط واخده بالك ومسيطره وحاجات، فاحنا برضو معلش عم صبحي مسيطر. بصوا يا جماعه، أبيض. بصوا ده كارع كامل مش متقطع، وده مفهوم واضح. حلو، ده طاجن ورق عنب بالكوارع، مفهوم عادي. عم صبحي دي لعبته اساسا. طيب ده كوارع، شوربه كوارع مش مخليه بالعظم، وانا شخصيا من محبي الناس اللي بتاكل الكوارع وامسك المزوره واقعد تكي تكي تك، انا من محبي الحاجات دي. خلاص، ده بقى ده اللي هو ايه، اختراع يا كوتش الجديد، ده اخر اصدارات وابداعات عم صبحي. ده ايه طيب يا جماعه الخير؟ ده طاجن ريش. خلاص، مش عارفه بقى اللي على الوش ده تقريبا كوارع، صح؟ ده نخاع، ده عمر، ولا ده ايه؟ ده ايه اللي على الوش الابيض ده؟ مش عارف ده كوارع ولا ايه، بس ده اختراع جديد من اختراعات عم صبحي. اعتقد ان هو باعته لنا علشان يجري ريقنا. دي ريش معموله في الفرن بالمكسرات، انا شايفه كمان ان كاشو اهو. ايه الجوا ده؟ يا خراب احمر. يبقى ده طاجن ريش في الفرن. انا عايز اعرف في ايه تحت. عم صبحي اوعى تفاجئني يا عم صبحي. ماشي، يبقى دي ريش بالبصل. اوكي، انا عايزه بقى اكتشف ده. ريش بالبصل في الفرن، وده فلفل الوان اوكي، ده طحال، ده في طحال، والنبي في طحال. عم صبحي تعيش وتبهرنا يا عم صبحي. ايه ده الطاجن ده؟ مش ده حلقه واحده هنتكلم عنه بس؟ الله، يبقى يا جماعه ده ريش بالبصل وبالطحال، مش عارفه ده طحال ولا لسان، والنبي حد يوضح لنا. وفي كاجو، وفي كمان انا مش عارفه دي مخاصي ولا ده ايه. انا عم صبحي سحلتني يا عم صبحي. انا محتاجه حد يرشدني عن الطاجن ده ايه ظروفه، بس انا حاسه ان هو اختراع جديد انت بتنافس بيه بصراحه، وده الحقيقه احنا متعودين عليك بيه. بصوا يا جماعه، فرده الكارع حاجة كده ما شاء الله، يعني موسيقى، والله موسيقى. أوبا، مش عارف أنا الطاجن ده عمل لي تربلة. الطاجن ده عمل لي تربلة. طب إيه؟ هتضايق وبعد كده حل. بجد؟ أميرة في الكنترول تقول إحنا جوعنا. الريشه دي انا متاكده انها تلزمني. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا النبي. دي دايبه، دي زبده. بقول لك ايه، ما تقتحمي. طب استني، وجهي رساله بسرعه لعم صبحي. تسلم ايدك، طعمها حلو قوي. ايه يا عم صبحي العظم، انت بتعزف ولا ايه؟ الناس كلها بتطبخ، عم صبحي بيعزف تقريبا. عايز اقول لك تقريبا كل شهر عنده. ايه؟ تقريبا كل شهر عنده. هو بابا بيموت فيه. لا، وطول الوقت بيعمل ابديت، بينزل طواجن محدش بيعرف يلعبها غيره، والناس بتروح بس عشان الطواجن الجديده. ففي النهارده خبر حلو، عم صبحي منزل ابديت جديد، يا ريت نروح نجربه ونشوف الدنيا. دي محتاجه مصمصه، واحنا عيب بقى في ال ماشي، خلصنا. بص في الكنترول بيقولوا لي لاحظ ان انت عامله ريجيم عشان عليهم في الطاجن. كان ريجيم حرام. انا فكرت مش محتاجه ريجيم اصلا. ها، مش محتاجه ريجيم. ايه اللي مش محتاج؟ انت هو الريجيم ما عداش من قدام باب الاستوديو ده اصلا؟ والله الريجيم ما عداش من هنا. ما بقول كفايه عشان ايه كده، في سفاقه في مناديل. عملتي ايه؟ حطيت الكريمه، سويتها كده باي تسويه من غير حاجه خالص، حطيت عليها الصوص الشوكليت بس كده. طب انت عارفه بقى ان انا الكيك دي شفتها على احدى الابلكيشنات اللي هي بتجيبي منها اكل دي. تعرفين يا جماعه الكيكه دي عامله كام؟ عند احدى برضو المحلات بتاعه الحلويات. هقول لك بيني وبينك، يعني مش هقول قدام الناس دلوقتي. بس هي فعلا غاليه يعني؟ اه.
مع ان احنا ما خدناش مننا خامات خالص كتير. ودي بتتصنف من الترط الامريكاني على فكره، صح كده؟ بالظبط كده. والترط الامريكاني. طيب مساء الفل يا هلوشه. النور يا قمر. عامله ايه يا روحي؟ الحمد لله حبيبتي، ازيكم انتوا اسراء القمر المنوره الشاشه دي؟ ازيك يا حبيبي؟ عامله ايه؟ انا بقى اول اقفله. طب هنا الاير بيس عشان اسمع حد يسمعك. ماما لا من اول انا من انت جايه، انت انا من اول الناس اللي بناكل حاجه اسراء القمر، دي حاجه جميله يعني. حبيبتي يا طن الله، ده انت مدقدقه في الشغلانه بقى. لا يعني هي صغنونه قوي، بس هي من زمان بتشتغل واحنا من اول الناس اللي بناكل حاجاتها يعني. يعني الحاجات دي مش ضرب، الحاجات دي حقيقيه بتعرف تطبخ. لا لا جميل، انا اسراء لازم تدوقني او لاي حد اي حاجه بتعملها يعني. يا حبيبتي لا بس هي بجد رغم ان سنها صغير بس هي ما شاء الله متخصصه في الحلويات الصعبه. لا والله متخصصه في كل حاجه يعني ما شاء الله عليها. ربنا يا رب يفرحها. وهي وطرف عيد ميلاد بنتي بتعملها لي كل سنه يعني. طب احنا نعمل ديل، هي شاطره في الحلويات، تكفوها ازاي؟ تاخدوها عند عم صبحي كامل. خلاص انا موافقه. ونروح معاها. انا موافقه. وانا اروح معاها، كلنا نروح معاها. يا حبيبتي شرفتينا ونورتينا. تسلمي يا قمر يا حبيبتي، ربنا يخليك، انت منوره البرنامج يا حبيبتي. كتر خيرك. انا خلصت. ايه ده؟ اوعي تقولي كده خلصتي؟ شفتي بقى؟ ما تهزريش بقى. والله خلصت. هلا حسيتي حاجه؟ ما عندناش وقت يا ولاد. حسيتي؟ طب بقول لك ايه؟ احنا لسه معانا وقت، ما تورينا كده العجينه بتاعت العجينه اصلا. بس انا عايزه كده اقول كام تركايه كده. يلا واعملي تركايه علشان نطلع التورته بتاعتنا مرتفعه. احنا محتاجين كده صينيه زي دي، ممكن عادي صواني الكيك العاديه. حلو. بس لو عايزين بقى نبقى بروفيشنال اكتر نجيب الصينيه اللي زي دي. اوكي اوكي. انا فين صينيه غويطه زي الحله كده. بالظبط كده. وعشان كمان تقدروا تقطعوها طبقات صح؟ عشان تطلع معاكي طبقات لازم تكون الصينيه معاكي عاليه. حلوه قوي. دي صينيه مقاس 24، بقوم جايه حاطه فيها كده ورقه زبده من هنا. حلو. واقوم جايه حاطه الخليط، طبعا الخليط بيبقى كريمي معايا مش بيبقى زي خليط الكيك العادي. بصي نبيلة املك كريمي. اوكي احنا ممكن نوريها لاني كاميرا، نوريها هنا. هنا بقى كريمي. اوكي كده. حلو. قوم جايه واخداها. يبقى احنا نحطها في العجانه 5 دقايق لحد ما يبقى هذا القوام قوامها. لو هتضربي بالمضرب الكهرباء هتاخد منك وقت شويه، هو مثلا يجي 10 دقايق مستمرين عشان توصلي للقوام اللي هو الكريمي ده. يبقى لو عندنا عجانه بتاخد بالظبط 5 دقايق إيه على اعلى سرعه صح كده؟ بالظبط كده. لو ما عندناش عجانه مضرب الكهرباء اللي هو بروحين ابو مضربين ده بالزبط. بتاخد معانا تقريبا 10 دقايق، ممكن توصل 12 دقيقه، المهم ان احنا نخرجوها وهي واصله للقوام ده. وطبعا هي لما هتقعد في الفرن قد ايه؟ هتقعد في الفرن بالظبط 50 دقيقه. هتقعد 50 دقيقه بالظبط كده. في حركه بقى هنعملها. قولي لي. هعمل كده بس تكون قوية قوي. ليه بقى؟ يعني هتلاقي الهواء خرج. ينفع نخبط ولا ما ينفعش؟ بس كده. طب بلاش عشان ما نعكوش. بلاش. هتلاقي بقى الهواء كده خرج من هنا وهي كده زي الفل. وهي هتفضل تنفش 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 معاكي لحد الاخر. تقعد قد ايه في الفرن قلتي؟ 50 دقيقة. 50 من غير ما نفتح عشان ما تهبطش. انت بصي اصل ده اسبونج جاهز، انت ممكن عادي تفتحي عليها بس مش كتير، يعني مره كده تبصي بعد نص ساعه وخلاص. حلو قوي. يعني هي بتقعد في الفرن 50 دقيقه، ممكن افتح بعد نص ساعه يعني مش افتح الفرن كامل. بس كده صغيره. اوكي. وتشغلي الشوايه اخر 5 دقايق. عشان الوش. بس ما تشغلهاش في الاول. حلو قوي. عشان الوش معاكي ما يتحرقش او ما يعملش طبقه مش يعني مش لطيفه كده على الكيك. حلو. تعالي ناخد المداخله دي. معانا مين يا بوساط؟ يا سجوده. ازي حضرتك؟ مساء البونسوار. مساء النور. عامله ايه؟ الحمد لله. حضرتك عامله ايه؟ عايز اقول لك حاجه. قولي. البيست فريند بتاعتي. لا مش هينفع. دي عركه مش فقره دي. والله عركه. هم كلهم النهارده متفقين يتصلوا بيا. يا حبيبتي انتوا تشرفوا وتنوروا. وانا فخوره بيها بجد ومبسوطه قوي ان هي بتطلع وعيني بتطلع قلوب كده وانا شايفاها والله. يا حبيبتي هي تستاهل كل خير وحاجتها فعلا بتدي بهجه للفقره دي وبتدينا أكتر كلنا وبتدي الساده المشاهدين ذواقه لكل اهل بهجه. فقره ايه؟ ذواقه لكل اهل. حاجتها اصلا تحفه من زمان قوي وهي بدات تعمل حاجه وهي كل حاجتها جميله ودلوقتي بقت احسن كتير. تفتكروا يا جماعه كل اصدقائها وعيلتها بيجاملوها؟ يعني لو حد غريب ضايق مثلا، لو حد غريب ضايق الموضوع هيبقى عامل ازاي؟ على فكره انا ممكن دلوقتي حالا اعمل حاجه على الهوا واقطع الكيك. طب يلا انا على فكره معايا هنا سكينه، اعتقد لو فينا سكينه. يلا استنى. اول درج. اول درج فوق اللي هو ده. أوكي. صح كده يا عمر؟ فين السكينه؟ فين فين يا عمر؟ في ايه؟
اهي لقيتيها؟ اهو. طب يلا عشان ايه؟ واحنا بنختم الفقره بالظبط كده نبقى بنختم الحياه. يلا اجيب لك طبق؟ ما لا يلا تعالي بقى اقفي جنب عشان هكتم. طيب ماشي يلا يلا بينا. بصوا يا جماعه الخير اهو نحركوها بس كده. بصوا لحد هنا مع الاسف مع الاسف القعده الحلوه المسكره دي معاها بتخلص. انا خايفه المس حاجه. اوكي ما تقلقيش. شرفتيني ونورتيني حاجه شغل فاخر من الاخر. منوري اسراء بجد بتبسطينا. لحد هنا قعدتنا الحلوه مع اسراء بتخلص. هنطلع فاصل ونرجع تاني من فضلكم استنونا. رجعنا لحضراتكم ولسه مكملين معاكم فقرات برنامج مطبخ البلد. ان احنا نوصل لشكلنا المثالي او الوزن المثالي او الشكل المريح لينا ايا كان المسمى ايه، دي رحله بالنسبه لبعض الناس بايخه شويه ومكلفه شويتين وعايزه بال طويل ثلاث شويات. تعالوا نشوف كده اخصائيه التغذيه منى ياسر هتوفر علينا الرحله دي ازاي ومش هتدفعنا كتير ازاي. منوره يا منى. منورك. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله فضل رب العالمين. قولي لي مبدئيا كده أنا إزاي أقدر أخس من غير ما أدفع فلوس كتير ومن غير ما أحرم نفسي من الأكل ومن غير كمان ما ألعب رياضة خصوصا لو أنا ما عنديش وقت لده؟ حلو قوي. مين هيعرف يظبط لي كل ده من غير ما أدفع فلوس كتير وهيوفر لي وقتي وهيوفر لي كمان إن أنا عارفة أنت لما أقول لك حاجة كاملة متكاملة حاجة هتشد لي وتخسسني من 10 ل 15 كيلو. هتشد لي إيه؟ من هتشد لي الترهلات. إيه ده، هو في كورس آمن وطبيعي مرخص من وزارة الصحة يعمل لي كل ده؟ أيوه. وهيحللك مشكلة إنك أنت مش عارفة تشبعي ومش قادرة تسيطري على الجوع، وهيزود لك حرقك وهينشط لك جسمك وكمان هيزود لك الحرق في جسمك وهيخلي النشاط الذهني كده فايقة ومركزة ومصحصحة من الآخر. مين هيعمل كده؟ كورس الأنا سليم. كورس الأنا سليم أثبت نجاحه بقاله دلوقتي سنين كتير قوي ما شاء الله. أثبت نجاحه إنه يقدر يخسسك من 10 ل 15 كيلو بس في قد إيه؟ في شهر واحد. حاجة كده مرخصة من وزارة الصحة، حاجة كده بديل للجراحة والبالون والجلسات اللي هي بتاعت الأجهزة اللي بالشيء الفلاني. ينفع إن أنا أوفر كل ده؟ ينفع. وكمان معانا النهاردة خصم 50% وشحن مجاني وكمان متابعة مجانية أسبوعية مع الفريق الطبي المختص. إيه ده، فريق طبي كمان؟ آه. طب إزاي هخس الحد الأدنى من أنت بتقولي لي 15 10 كيلو؟ ده أقصى حاجة يعني. وكمان إزاي إيه؟ المنتج بيشتغل أصلاً؟ حلو قوي. بيشتغل ازاي؟ قبليها لازم اقول ان هو امن من سن 12 سنه لحد سن 70 80 سنه، امن لكل الناس دي. طب يا منى بيتعرض مع اي دواء؟ ابدا. طب واحده واحده ردي على سؤالي بالراحه. انا معاكي ما تقلقيش. تمام. ازاي كورس انا سليم بيشتغل في معدتي؟ حلو قوي. وانا مش قلقانه لان انا عايزه اقول لهم كل التفاصيل. انا مش عايزه اسيب تفصيله مش هقول لهم حاجه. قول. تمام. كورس انا سليم يحتوي على اربع منتجات. اول حاجه يحتوي على اقراص الايه، الانا سليم. دي فيها ايه؟ دي فيها قشور بذور السليم. قشور بذور السليم دي اللي هي بتنفش في المعده كده وبتعمل طبقه جل سميكه وبتفضل فتره كبيره قوي عشان تتهضم. فدي يعني مميزاتها ايه؟ من اولا بتظبط مستويات السكر في الدم، ثانيا بتديني احساس بالشبع لفتره كبيره قوي وقادره تسيطر على الجوع، ثالثا ان هي بتعمل اهم حاجه وهي بتظبط انتظام حركه الامعاء. يعني ايه منها؟ يعني مفيش امساك زي بقيه المنتجات مكهوله المصدر اللي بتعمل لي امساك. دي اول حاجه. تاني حاجه الناس اللي عندها مشكله في الهضم فبتحل مشاكل الهضم، يبقى انا ظبطت مستويات السكر وحسيت بالشبع وقدرت اسيطر على الجوع اللي هو مشكله الناس كلها عندي شراهه في الاكل. يبقى اول واهم منتج معايا هو قشور بذور السليم. تاني منتج معايا وهو الجرين كوفي او القهوه الخضراء. ده بيعمل ايه؟ ده بيعلي مستويات الحرق ويحفز الحرق، فبالتالي انا كل حرق مزاد كل ما انا بقيت ان انا اخسيت اسهل واسرع وابتدى يبقى فيه نشاط بدني من غير ما ارفع معدل ضربات القلب، عشان في بقيه منتجات تانية بترفع معدلات ضربات القلب وبتبوظ الضغط بتاع الدم. يبقى احنا نقدر نطلب من خلال الارقام اللي موجوده تحت ودي عليها كمان واتساب، يعني نقدر نطلب من خلال الاتصال الهاتفي او من خلال الواتساب، وكمان نقدر نطلب الكورس ده من على الفيسبوك على صفحه وان دايت ودي الصفحه الرسميه ليهم، سواء هنطلب من على السوشيال ميديا او من على التليفون. في الحالتين هيرد علينا اطباء صيادله متخصصين وحاصلين كمان على دبلومات في التغذيه. قولي لي احنا كده شرحنا منتجين. منتجين. التالت. التالت بقى
طبعا اكيد وطبيعي جدا ان انا طالما ابتديت ان انا احس بالشبع وابتديت ان انا اسيطر على مشكله الجوع اللي هو كان بقي جوه التلاجة بمعنى اصح وكمان قدرت ان اعلي مستويات الحرق اكيد لما جسمي هيفضى من الدهون دي الجلده بقى الجلده هيترهل فطبعا نتيجه مترتبه ان بصي منتجات الكورس كلها بتخدم على بعض صح. كلها بالتبعيه كده ده بينفع ده وده بينفع ده فبالتالي انا حسيت بالشبع وقدرت اسيطر على الجوع وكمان زودت الحرق في جسمي وزودت النشاط البدني وبقيت تركيزي كمان كده بقيت مصحصحه بعد ما كنت ببقى قاعده على المكتب كده نايمه وتعبانه ومش قادره مين هيظبط لي كل الموضوع ده زي ما اتفقنا كورس انا سليم اللي اول منتجين ثالث منتج زي ما اتفقنا اللي هو كريم التالت الكريم التالت ايوه صح كده ثالث منتج طيب بقول. انا عايزه ارجع تاني لنفس النقطه بس هاخد المداخله دي وارجع تاني مساء الجمال الو الو اسماء صح كده ازيك يا اسماء ازيك يا ندى ازيك يا حبيبتي اخبارك ايه يا ندى كله زي الحمد الفل الحمد لله حبيبتي اخبارك ايه كله زي الفل عندك اي سؤال طبعا عندي اسئله اتفضلي دكتوره منى عامله ايه ازيك يا روحي انا مش دكتوره انا اخصائيه تغذيه يا روحي عامله ايه الحمد لله يا حبيبتي انت اخبارك ايه الحمد لله فضل رب العالمين منوره يا روحي اتفضلي اقول لحضرتك ان انا طولي 161 165 وزني 100 طولي 161 ما شاء الله تمام وزني 98 ما شاء الله برضه وسني عندي 30 سنه ربنا يديك الصحة وتوفيق وعندي ترهلات بقى تمام في أي أمراض مزمنة يا صديقتي؟ هي جاية في الطريق أهو لسه هتقول مفيش أمراض مزمنة لا لا بس أنا كنت قعدت فترة كده باخد كورتيزون بتعملي إيه؟ أوكي بتاخد كورتيزون فترة كورتيزون أنتِ عايزة تعرفي كورس أنا سليم مناسب ليكي ولا لأ؟ صح ولا أنا غلط؟ صح يا حبيبتي عندك أي سؤال تاني لمنة؟ لا يا حبيبتي ربنا يخليك أنتِ هتاخدي خصم 50% شرفتينا ونورتينا بنقولك يا ندى وطبعا اسمعي الكلام اللي هتقولوا لك منه حالا ركزي فيه بس بدري بسرعه جدا بحجز الكورس عشان تقدري تستفيدي بخصم ال 50% شرفتينا قولي لي بقى هنا الحاله بتعاني من شويه سمنه قولي الاول هي تصنيفها في السمنه ايه؟ 98 ده برضو يعني ما عدتش ال 100 شويه دهون كده ايه يا منى حتى بقولك 98 كيلو ايوه شويه دهون كده دي تقدر توصل لوزن حلو قوي خلال شهرين بس تخيلي ممكن تخس 30 كيلو في شهرين عن طريق الانا سليم ازاي هتخس وهتشد ومناعتك الجسديه كمان هتزيد ازاي بقى هتزيد مع كورس الانا سليم احنا قلنا ثالث منتج معانا اللي هو كريم شد الترهلات يحتوي على ايه يحتوي على الكافيين وعلى الكولاجين الكافيين عشان يحرق الدهون اللي تحت الجلد ويعالج التعرجات اللي تحت الجلد يعني ايه منا ما احنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى مدينا نوعين دهون اول نوع دهون زي اللي تحت الجلد ده زي الخدود الحلوه دي كده وتاني حاجة وهي اللي تحت الحشوية بقى المحشية جوه كده أهم دول نوعين الدهون احنا بنشتغل على النوع اللي هو الأولاني اللي تحت الجلد فبالتالي أنا أقدر أحرق الدهون اللي تحت الجلد بفضل الله سبحانه وتعالى بالكريم ده بالكافيين اللي فيه والكولاجين عشان يشد الجلد ويحسن من مظهره فبالتالي أنا كده عالجت أهم مشكلة وحليت أهم مشكلة مشكلة ترهلات الجلد هل الكريم ده يغنيني عن السيشنز اللي بتتعمل في بعض أيوة عن الجلسات اللي هي بتتعمل مش عارفة أيوة. هنخسسك مثلا مش عارف من كام لكام سنتي في الجلسة الواحدة الكريم ده يخليني ما أروحش للخطوات دي أيوة ما أروحش احنا قلنا إن احنا بديل الجراحة بديل الجلسات اللي بتشد وتنحف والابر والحقن والحاجات اللي بيقولوا عليها بتخسس دي لان بتفقدي ميه وترجعي تاني خلاص شكرا وما بيعملوش ما لهاش اي تاثير خالص ايجابي بالعكس تاثيرتها سلبيه جدا على المناعه الجسديه نيجي بعد كده لرابع منتج معانا وهو ايه بقى الكاتيكا الكاتي ده عباره عن اقراص جيلاتينيه كده طعمها حلو قوي بتعمل شوكولاته ده بيعمل ايه ده بيعلي المناعه الجسديه ويخلي فيه العظم قوي عشان اغلبيه الستات بعد الحمل والولاده بيحصل لهم ايه عظمهم بيبقى ضعيف تقول لك انا بقى ظهري بيوجعني ويفتكروا ان ده من حقنه التخدير لا ده بسبب ان انت الكالسيوم بتاعك وقع وفيتامين د عندك وقع طب مين هيظبط لي الموضوع ده كاتيكا يبقى انا اقدر اخس يعني ده مكمل غذائي هل يغنيني فعلا عن المكملات اللي هي المستورده اللي بتيجي من بره غاليه دي ايوه الغاليه يبقى انا كده وفرت فلوس ووفرت وقت لان انا بقى عندي الكورس انا سليم في كل حاجه انا عايزاها هحس بالشبع واقدر اسيطر على الجوع وكمان مستويات الحرق عندي هتزيد واشد عليهم هزيد عليهم ان الترهلات هتتشد والجلد هيتشد ويبقى شكله حلو وكمان معانا هديه وهي غسول بشره هديه يحتوي على العرق سوس والكولاجين انا عايز اتكلم عن الغسول ده بالتفصيل الممل بس خليني اخد المداخله دي وارجع اتكلم عن الغسول مساء جمال اهلا وسهلا عليكم اهلا بيكي مين قوليلي هدير يا هدير مساء الفل
مساء النور عليك يا ندود، عامله ايه؟ كله زي الفل يا حبيبتي. ايه القمر ده؟ ربنا يخليكي، كتر خيرك. دايما كده منوره الشاشه. كتر خيرك، تسلمي، متشكره. ازيك يا منى؟ ازيك يا روحي، عامله ايه الاخبار؟ الحمد لله بخير. يا رب تكوني بألف خير. يا رب دايما. انا بقى مشكلتي كبيره. ولا اي مشكله. اه والله ولا اي مشاكل. ده انا بقالي سنه ونص والده وثابته على 110، مش عايز انزل كيلو، مع اني بعمل دايت وبعمل حاجات كتيره ولا كيلو عايز ينزل. تمام. مين بقى عارفه مين هينقذك بقى؟ الانقاذ السريع، وهتاخدي خصم 50% وشحن مجاني. طبعا كرسي الانا سيليا. طب وليه انت عندك اي مشاكل صحيه لا قدر الله؟ لا بس انا السكر عندي بيالة لما الوزن عندي بيالة، لكن طبيعي. غير كده مفيش. تمام يا روحي، عايزه اقول لك ان احنا بدون حرمان وبدون ما نعمل دايت هنخس حلو قوي قوي قوي، يعني من 10 15 كيلو كده مثلا، وهنظبط لك كمان مستويات السكر في الدم عشان الالياف الطبيعيه اللي موجوده في الانا سليم. انت نقطه ضعفك ايه يا صديقتي؟ هل السكريات؟ لا اوكي. انا مش من البنات اللي تجرب الشوكولاتايه دي، لا يعني تجريني مثلا بطبق مش ايوه. بس كل واحد فينا ليه نقطه ضعف كده، عارفه لازم الدهون تدخل منها. انا اديني في الحوادق وما تسيبيني بقى، سيبيني عيش. لكن التواجن كانت معانا الفتره اللي فاتت دي. لا 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 مفيش الاكل قوي، ماليش يعني الاكل نفسه طبيخ بقى وخضار وكده، لا 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 ماليش في الحاجات دي. يعني اديني بقى شيبسي، بيبسي، حوادق شغاله معاكي كده، يعني اكتر من كده ما تلاقيش. هدير تقريبا بقى اللي نعم. هدير انت شرفتينا ونورتينا، وركزي في اللي هيتقال ده عشان في حاجه هتبسطك دلوقتي حالا بعد ما اقفل معاكي. انا شفتك اتبسطت. ربنا يخليكي، متشكره. ربنا يخليكي يا حبيبتي، شرفتينا. دي حد غاوي حوادق، يعني جسم بيحوش ميه، هتخسسيها في الشهر حد ادنى 10 كيلو؟ من 10 ل 15 كيلو. وهي كمان ايه؟ يعني بتقول لك انا والده بقالي سنه ونص ومش بخس، هزود لها الحرق واخليها تحس بالشبع وقادره تسيطر على الجوع اللي هي مش قادره تسيطر عليه. أوكي. بسبب ارتفاع هرمون الانسولين، لان هي بتقول انا سكري عالي، هي ما عندهاش سكر. طب اوعديها من فضلك بعد اذنك. ان شاء الله. بصي كده الكاميرا بتاعتك واوعديها. بصي يا روحي، اولا انت هتقدري انك تخسي من 10 ل 15 كيلو في شهر واحد بس، وكمان هتزيدي عليهم ان انت هتشدي الجلد، تمام، وهيبقى شكل الجلد عندك مظهره حلو قوي، وكمان هتقدري تسيطري على مشكله الجوع وتشبعي فتره كبيره قوي، فبالتالي حتى لو قدامك طبق المش اللي انت بتحبيه ده يا روحي هتبقي شبعانه، هتاكلي منه حاجه بسيطه بدل ما كنا بناكل كميات كبيره. لا انا هاكل اللي انا نفسي فيه برده ولكن بكميات صغيره. الخصم، هتاكلك في الخصم؟ كنت هتنزل تقول لك على الخصم. لا خالص، ما اقدرش انسى. ايه؟ لا لا يمكن طبعا. هنزيد عليهم ان احنا معانا النهارده اربع منتجات ومعانا هديه، وهنقدر نطلب الكورس عن طريق صفحه وان دايت اللي ظاهره دلوقتي على الشاشه، وكمان الارقام اللي ظاهره على الشاشه هنقدر نطلب الكورس كامل ومعاه الهديه غسول البشره. نرجع تاني ونقول اربع منتجات هم عباره عن كورس الانا سليم، يحتوي على اقراص الانا سليم والقهوه الخضراء اللي هي الجرين كوفي، ونزيد عليهم كمان اللي هو كريم شد الترهلات اللي فيه كولاجين وكافيين، وكمان اقراص كاتيكا اللي فيها فيتامين د اللي هتظبط لي المناعه الجسديه، ونزيد عليهم ايه؟ غسول البشره. أيوة. اللي هيفتح البشره. ايوه مكوناته. هيفتح البشره وكمان هيظبط لك البشره كده، يخلي بشرتك فاتحه، ولو في ندبات وفي اي حاجه بقع مش عارف ايه هيفتحها. ايه موضوع الاسوس اللي في الغسول ده؟ حلو قوي. بس هقول المكونات بس، هبعد اقول كامل بيت الكورس، انه كمان هيوصلني خمس منتجات ومعاهم خصم 50% وشحن مجاني لجميع انحاء الجمهوريه، وكمان متابعه مجانيه اسبوعيه مع الفريق الطبي. وانتبهوا اول الموضوع ده هتكلم عنه. هنرجع تاني لمكونات بتاعه غسول البشره. لا استني، كان معاكي فرصه ضيعتيها، هاخد عناني الاول. مساء الفل يعني. ايه عايشه نور يا حبيبتي، عامله ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ ايه الجمال بتاعكم ده، انتوا منورين الشاشه والله. كتر خيرك، تسلمي. انتوا والدكتوره اخباركم عاملين ايه؟ كله زي الفل يا حبيبه قلبي. بصي حضرتك بقى، انا دلوقتي عندي قول معايا 55 سنه وطولي 150 وعندي السكر بس زايده بقى فوق ايه، قولي 100 كيلو. انا زعلانه قوي ان انا بزيد كده. احنا وزننا كام؟ وصلنا لكام؟ انا واصله لسيولي 100، بس انا بعمل ريجيم وبخس، بس مش بخس وبطني بتعلى، كل ما اخس بطني بتعلى اكتر من جسمي. يعني يقول انت نزلت بس بطنك عاليه، ده اللي بتعب نفسيتي. اوكي تمام. عندك اي، انت عايز تعرفي الكورس مناسب ليكي ولا عندك اسئله ثانيه؟ هي عندها سكر بس صح؟ عندك سكر بس؟ عندي السكر بس الحمد لله. الف سلام عليك. الله يخليك يا حبيبتي، الله يخليك، منورين والله يا حبيبتي، شرفتينا ونورتينا. ده شرف لي انا ان انا بتكلمكم والله يا حبيبتي، متشكره قوي. طب ايه يعني ايه النظام بقى؟
انتي اصلا هتاخدي خصم 50% وشحن مجاني. الخصم ده كده كده انتي واخده خصم 50% اساسا، انتي بتتصلي اثناء الحلقه ها، تتصلي كده الو انا معايا خصم كده بسم الله الرحمن الرحيم، حالا هنقول لك الكرسي يناسبك ولا لا. شرفتينا ونورتينا عزيزتي. هي مريضه سكر. حلو قوي. هل يا منى حرفيا ان كرسي الانا سيليوم اللي هو مرخص من وزاره الصحه المصريه امن وطبيعي على مرضى السكر، مرضى الضغط، على كمان نقول امراض القلب اللي دخل يعمل قسطره، اللي خلص القسطره والدكتور قال له لازم تخس عشان صحتك تتحسن، الناس اللي عندها مفاصل بتوجع، الناس اللي عندها غده درقيه، الامراض المناعيه كلها، هل الكورس امن وطبيعي ليها؟ امن وطبيعي جدا جدا جدا، وكمان قلنا مصرح من وزاره الصحه وملوش اثار جانبيه. يعني ايه من ايه ده؟ هو في حاجات تانية بتعمل اثار جانبيه؟ مالناش دعوه بيها. دي قلنا المنتجات مجهوله المصدر اللي بتعمل اثار جانبيه. عشان نبقى عارفين اكتر ايه هي الاثار الجانبيه عشان ما اروحش اجرب في جسمي، لان جسمي مش حقل التجارب، واقدر اخس بطريقه طبيعيه وامنه بدون ما اثر على كيمياء المخ. ولا العب. ايوه انت انا هرمونات البوز. انا شفت قبل كده منتجات معرفش مصادرها ايه الحقيقه، ومعرفش بعض الناس بتلجا ليها ازاي، يعني ازاي اروح اجيب منتج انا مش عارفه هو مرخص ولا لا، مصرح بيه من وزاره الصحه ولا لا، طب فين رقم التسجيل بتاعه، طب مين خده قبل كده وعمل معانا نتائج كويسه، طب هيضرني ولا مش. انا بشوف ناس، انا اعرف ناس شخصيا لجأت للحاجات اللي زي دي وموجوده كتير على السوشيال ميديا وبجد تعبوا. من ده مش بس تعبوا، ده زيدي عليهم عارف يعني ايه منتج يعمل حد اكتئاب، اعوذ بالله يا ربي. تخيلي بيدخلهم في حاله نفسيه قد ايه متدمره، بيعمل اكتئاب، بيعمل ارق، بيعلي الضغط ويخليها تبقى مريضه ضغط. يعني انت كنت جايه عشان تخسي، انت طلعتي اعوذ بالله يا ربي بحاجه زياده بدل ما تخسي. ربنا يعافينا يا رب. يا رب ربنا يشفيهم كلهم يا رب. فنزيد عليهم ان هم كمان ممكن يبقوا مريض ضغط، ممكن ضربات القلب تعلى، ممكن المناعه الجسديه تقع، ممكن يجي لهم غده درقيه. اعوذ بالله. فهل بقى كورس الانا سيليوم امن وطبيعي وعليه خصم 50% طبعا اللي هي اخدته خلاص، وكمان شحن مجاني لجميع انحاء الجمهوريه، يعني اسوان، الصعيد، الاقصر. الشحن المجاني ده كده كده. خلينا ناخد المداخله السريعه دي. مساء الفل. مساء الخير يا مب. يا حسام ازيك؟ الحمد لله. انت ايه اخبارك؟ كله زي الفل. انت عامل ايه؟ الحمد لله والله. قول لي سؤالك. وانا كان عندي كده مشكله في وزني، انا وزني دلوقتي 125 كيلو. ما شاء الله ما شاء الله. عمري 24 سنه. اوكي. بقولي 170 سنتي. ما شاء الله. اوكي. فانا في اي امراض صحيه؟ لا الحمد لله. ما شاء الله تبارك الرحمن ربنا يديك. انا بس قدامي كام شهر المفروض ان انا اخطب، فدي مشكله كبيره قوي. انت حاطط بلان وحاطط وقت يا صديقي. انت جيت في المكان الصح والله صدقني. طيب احنا وصلنا، معلش فكرني تاني، احنا وصلنا الوزن قد ايه؟ 125. 125 وزننا. تمام. حالا هقول لك كرسي يناسبك ولا لا. يا عزيزي شرفتنا ونورتنا. شكرا. احنا هنا السن مش كبير، الوزن سنة وصم الله كمان هو طويل ان شاء الله. يقدر هو محتاج تقريبا يخس قد ايه؟ هو اللي بيحدد الموضوع، بس احنا ممكن نقول عشان نكسر المية دي اوكي وندخل على الثمانينات، احنا بكبيره قوي قوي 3 شهور يدخل الثمانينات ويبقى زي الفل. ازاي منا يعني؟ لانه يقدر يخس في شهر واحد من 10 ل 15 كيلو، وكمان يقدر يشد الجلد ويحس بالشبع لفتره كبيره قوي، وقادر يسيطر على الجوع. كل ده بس مع كورس الانا سيليوم، 4 منتجات وكمان هديه اللي هو قلنا غسول البشره الطبيعي اللي هيفتح بشرتنا ويخلي بشرتنا حلوه. بس ال 25 كيلو دول لو مش هحرمه من اكل يقدر ينزلهم في قد ايه؟ 3 شهور. احنا قلنا اكتر من 25 كيلو كمان في 3 شهور، يعني في 3 شهور يقدر يدخل الثمانينات اصلا. تخيلي من 10 ل 15 كيلو لو ما عملش دايت، يعني لو داس شويه وعمل رياضه مع الكورس الانا سليم هيعمل نتيجه واو بجد. لا احنا نتيجه نشوف صور على ورينا يا ريس صور. بتقولي نتيجه نشوف صور بعد اذنك استاذ فهمي كده لحسن تكون بتشتغلنا ولا والله حاجة. ابدا. اوكي. بس 45 كيلو كان كام وبقى كام في كام؟ يعني كام كيلو في مده قد ايه؟ حلو قوي. خس 45 كيلو تمام في 4 شهور. عايز اقول لك ان حرفيا كان ابتدى مشاكل في التنفس، مش قادر ان هو يتحرك نتيجه للوزن زياده طبعا. اوكي. الدهون بقى بصي عارفه انت بيقول لك يعيق الحركه. أوكي. حرفيا ما كانش بيقدر يتحرك براحته. كان تقيل، هو بيتكلم بينهج لان هو الدهون كانت مع النفس زي ما احنا بنقول. هل كان داخل على تسدي ولا انا شايفه غلط؟ اللي هو في تسدي حرفيا، في تسدي. ده بسبب ارتفاع هرمون الاستروجين في الجسم. مين بقى هيظبط لي الهرمونات ومين هيعلي الحرق ويخلي لي حرفيا ان الحرق يزيد في جسمي والمناعه الجسديه تزيد؟ هو كاتيكا انا سليم
واتفقنا فيه كمان القهوة الخضراء ونزيد عليهم كمان كريم شد الترهلات اللي لو خدتي بالك ان مفيش ترهلات خالص صحيح. في جسمه وشكله قد ايه بقى لطيف كده وشكله واثق من نفسه واقف. طيب دي الصورة الثانية كان كام وبقى كام في مهلة قد ايه؟ 15 كيلو في شهر ونص يعني حاجة بسيطة كده. 15 كيلو في شهر ونص بس ده مكمل ولا خلاص كده هو؟ لا هو كده هو شايف ان هو كان تمام قوي وخلاص يعني هو 15 كيلو وكان بس مش عارف يخسهم ازاي وكان عايز حاجة حرفيا تساعده فاحنا كنا بس هل ممكن يستخدم الكورس كمثبت للوزن؟ طبعا لان هو مكمل غذائي احنا ما بنلعبش على الكيمياء يعني احنا في منتجات زي ما اتفقنا الخلطه العشبيه اللي مش عارفه الخزعبليه اللي بتلعب على كيمياء المخ وتلعب في الامعاء وتبوظ الامعاء حرفيا لكن احنا لا احنا منتج طبيعي وامن وكمان مرخص من وزاره الصحه زي الله. مثلا الحاله دي خست 71 كيلو بس بصوا يا جماعه خليني اقول لك الكام دي خلينا نقول ان لا بالعكس دي وقفت على رجلها اكتر اول ما نشوفه على طول لازم نقول دي كممت لا دي ما كممتش دي بطريقه صحيه وطبيعيه مع كورس الانا سليم خست وشدت وكمان عايزه اقول ان مناعتها الجسديه زادت لان كاتيكا اقراص كاتيكا عباره عن فيتامين د وكالسيوم ومغنيسيوم بيظبطوا مستويات الكالسيوم في الدم سوري في العظم فالعظم بيبقى بيحصل له كثافه في العظم يعني بدل ما كان فيها شاشه بسبب الوزن الزايد والعظم ضعيف قد ايه لا عظمها بالبلدي كده يقول ايه عند اسم الله عظمها نشف تعالي نشوف اخر صوره الله كنا كام وبقينا كام في مهله قد ايه 25 كيلو تمام في شهرين ونص بس دي بسبب الولادات زاد وزنها الولاده اوكي عشان كده بنقول ان كورس الانا سليم امن وطبيعي على المرضعات يعني حتى لو الست بترضع تقدر تستخدم الكورس طبعا مش هيأثر على الرضاعه خالص ولا رضاعه ولا امراض قلب ولا امراض اللي هي مناعيه ولا كمان الناس اللي عندها سكر امن وطبيعي الناس اللي عندها سكر وياخدوا خصم 50% وشحن مجاني لجميع انحاء الجمهوريه ومتابعه مجانيه اسبوعيه مع الفريق الطبي نقدر نطلبه منين من على صفحه وان دايت اللي موجوده دلوقتي على الشاشه او من على الارقام اللي ظاهره على الشاشه برده عليها مكالمات وعليها واتساب نقول بقى الكورس تاني كورس الانا سليم محتوي على ايه على اقراص الانا سليم واقراص الجرين كوفي او القهوه الخضراء وكمان كريم شد الترهلات وكاتيكا اللي فيه فيتامين د ومغنيسيوم وفي كمان كالسيوم وكاف 2 اللي هيظبطوا مستويات الحرق في مستويات ان احنا احرق احسن وكمان لو في مستويات السكر في الدم بتعلى بسبب ان ممكن فيتامين د منخفض لو داخل على اكتئاب او الضغط عالي برضو فيتامين د والمغنيسيوم هيظبطوا لي كل الكلام ده وعظم اقوى كمان ونيجي كمان امن وطبيعي من اول سن 12 سنه لحد سن 70 80 سنه واقدر اخس من 10 ل 15 كيلو حد ادنى حد 12 سنه وكمان بنظبط المناعه الجسديه وبنحس بالشبع فتره كبيره وقادرين نسيطر على الجوع وبعلي لك الحرق وكمان بحفز الحرق اربع اضعاف خلينا ننوه اخيرا قبل ما نختم ان كورس انا سيليا مكون من ثلاث منتجات ومعاهم هديه اللي هو غسول البشره في حال ان حضراتكم طلبتوا الكورس اثناء وقت الحلقه هتقدروا تستفيدوا بخصم ال 50% كمان تقدروا تطلبوا من خلال الارقام الموجوده تحت اللي هتلاقوا عليها واتساب او من خلال الفيسبوك صفحه وان دايت اللي هتلاقوها قدامنا حالا على الشاشه وفي الحالتين تقدروا تستفيدوا بخصم ال 50% لحد هنا للاسف قعدتي حلوه معاكي بتخلص يا منوشه شرفتينا ونورتينا هنطلع فاصل ونرجع تاني من فضلكم استنونا رجعنا لحضراتكم ولسه مكملين معاكم فقرات برنامج مطبخ البلد وصولا للفقره المحببه والمقربه لقلبي وهو الحديث عن المناعه وهو جيشنا كانسان احنا كل واحد كده جواه جيش الا وهو الجهاز المناعي اللي هو منتشر في كل جسمنا خلينا نتكلم ان احنا جالنا النهارده سؤال على الصفحه هو حد عمره 62 سنه مريض سكر واصيب بالفيروس الجديد اللي هو مخلوي ده رب اكون بنطق اسمه صح فيروس مخلوي وهو مريض سكر والفيروس جاله عايزين نطمن على مناعته وعايزين نعرف اعراض الفيروس ده معاه هيبقى شكلها ايه منورني ومشرفني اللي هيجاوبني على كل الاسئله دي النهارده الدكتور مصطفى حامد استشاري امراض الصدر والبطنه وكمان المستشار الطبي لشركه AMD ازيك يا دكتور ازيك يا نادعم عامل ايه زي الفل معلش احنا بنفاجئك على فكره وما كانش يعرف اصلا موضوع السؤال ده واحنا في الفاصل حتى ما قلنا لهوش فجاوبنا بقى لا. مريض سكر 62 سنه واصيب بفيروس مخلوي طيب احنا لازم يعني زي ما بنقول كده الحاله لما بتيجي احنا بنقسم المعلومات بتاعتها بالنسبه لنا احنا بنتكلم في مريض سكر العمر 62 سنه واصيب بفيروس مخلوي
او ممكن على حسب قولها ان هو اصيب بفيروس مخروي. طيب احنا بنتكلم اول حاجه كبير كبار السن، يبقى 62 سنه ده بنحطه تحت كاتيجوري كبار سن. في مرض مزمن، مرض السكر. هنسال سؤال، هنسال نفسنا سؤالين، هل مرض مريض السكر كنترولد ولا ان كنترولد؟ يعني بمعنى صح السكر التراكمي بتاعه منتظم، لما بقيس السكر بيلاقيه منتظم، النسبه بتاعته مثلا من 7 ل 8 ولا معديه ال 11 على حسب الحاله بتاعته، هنقول كل حاله عباره عن ايه؟ واصيب بالفيروس. طيب احنا لابد نوعي ان الفيروس خطره بيكمن في الاطفال وفي كبار السن وخصوصا اصحاب الامراض المزمنه زي الضغط، السكر، القلب وخلافه. احنا المريض اللي معانا النهارده هو مريض سكر، يبقى لازم هخاف منه ان ممكن الفيروس يصيب الجهاز التنفسي العلوي ويبدا ينزل على الجهاز التنفسي السفلي. اقصى حاجه ممكن يعملها يعمل لي التهاب رئوي، وده سهل جدا في الاطفال والكبار. طيب يبقى لابد ان انا اطمن على مناعه الراجل اللي عمره 62 سنه. طيب المناعه بتاعته هتعتمد على ايه؟ هتعتمد على 3 فيتامينز بلس ان انا لازم ابقى عارف هل هو كنترولد، هل هو متحكم في السكر بتاعه ولا غير متحكم. المناعه بتاعتنا فيتامين الف ودال والاوميجا 3 هل هيفيدوه؟ هل الكولوسيز في القصه دي هيفيده على رفع المناعه فقط لا غير، ولا كمان ممكن يفيده في مرض السكر اللي هو ان كنترولد؟ مبدئيا الراجل لابد ان هو يكون فيه فيتامين الف ودال واوميجا 3 في نظامه الغذائي اللي هو الكولوسيز اللي هو زيت كبد الحوت. ليه؟ انا عندي فيه اصابه بالفيروس، بمعنى صح ان فيه التهاب هيتكون، والتهاب سهل جدا انه ينتشر وينزل على الممرات الهوائيه ويبدا يصيب الحنجره والقصبه الهوائيه وممكن يوصل الشعب الهوائيه كمان. طيب مين اللي هيوقف الفيروس على انه ينزل مضاعفاته الحاده؟ مبدئيا انا بفكر في فيتامين الف رقم واحد. هيفيدني في ايه في القصه اللي زي دي؟ فيتامين الف هو هيقوي المناعه عندي، هيسهل من عندنا، هو خلاص الفيروس اخترق، يعني الفيروس بقى اصيب بيه. رقم اثنين هيبدا يخلي كرات الدم البيضاء عندي اكثر فاعليه، فبالتالي هيقف الند بالند قصاد الفيروس. النقطة الثانية أوميجا 3 بتقول لها برضو أنا هتدخل في القصة دي وهبدأ أقلل الالتهابات بحيث إنه ما يدخلش معايا في التهاب رئوي. كلمة التهابات، التهابات شاملة أي منطقة في الجسم، ولكن الأوميجا 3 بالذات في المنطقة دي بتبقى أخدة، يعني عايزين نقول إن ليها كذا نجمة في النقطة زي دي، يعني بتشتغل في منطقة الجهاز التنفسي بدرجة حلوة قوي. أوميجا 3 هو بس زيت سمك؟ الاوميجا 3 هو زيت سمك، ولكن زيت كبد الحوت هو فيتامين الف ودال واوميجا 3. اوكي، يعني زيت كبد الحوت هو تريو. مظبوط، لكن زيت السمك هو اوميجا 3 فقط لا غير. اوكي، ولكن انا في حاله الاصابه دي انا محتاج الثلاثه، محتاج فيتامين الف ودال واوميجا 3 اللي هي معروفه في مصر بزيت كبد الحوت اللي هي بين قوسين الكولوسيز. طيب احنا اتفقنا ان احنا بنامن نفسنا وبنقي نفسنا من المضاعفات الحاده. طيب هيفيده في ايه في مرض السكر، وبالذات لو كان غير متحكم في مرض السكر؟ يعني نسبه السكر عاليه. طب ما هو اوريدي الكولوسيز فيه فيتامين الف اللي هيزود نسبه الانسولين عندي عشان يقدر يكسر نسبه السكر الزياده. يعني الناس اللي هي من النوع اللي السكر عندها نفسي او تنفعل، تبص تلاقي السكر هوبا راح ضارب. مظبوط، هيفيدهم كولوسيز جدا جدا في القصه دي، لان احنا دلوقتي بقينا نعمل خطوط علاج بتعالج مرض السكر عن طريق فيتامين الف. تخيلي بقى القصه دي، لان احنا مش من هباء الكلام ده، احنا بيتعالج تماما. لا لا، احنا مبدئيا لما بنيجي نقول نسني يعالج، يعني بيساعد في علاجه. يعني احنا دلوقتي لما بنقول ان خليه وليكن بيتا سيلز اللي هي منتجه الانسولين عليها على سطحها مستقبلات لفيتامين الف. طب احنا جينا رحنا عطلنا المستقبلات دي، بوظناها، لقينا الخليه فقدت عملها في انتاج الانسولين بنسبه 30%. يبقى اذا ان 30% من انتاج الانسولين بيعتمد على فيتامين الف اللي هو مكون رئيسي من مكونات الكولوسيز. طيب يعني انا انبساطي كله في القصه في ايه؟ او ان الكولوسيز في القصه دي اشتغل لي على حاجتين، اشتغل كوقائي ان يحمي لي الحاله انها تدخل في مضاعفات حاده، التهاب شعبي، التهاب رئوي او خلافه. واشتغل معايا انه بقى علاجي انه بيبدا يتحكم في مرض زي مرض السكر، يبدا مع العلاج طبعا اللي بياخده من الطبيب المختص في القصه اللي زي دي، بس قدرت ان انا اتحكم في الحاله انها ما تروحش مني، بمعنى صح ما تمشيش معايا في طريق تاني. مريض السكر المصاب بفيروس مخلوي محتاج جرعات يوميه قد ايه تقريبا؟ 3 كبسولات. في حين ان الشخص البالغ الطبيعي العادي بياخد كبسولتين. يعني انا مريض سكر وممكن يكون في احتماليه بالاصابه بفيروس، اي فيروس،
بالنسبه لنا لا اخد 3 كبسولات، لان انا محتاج في الفتره دي ان انا ازود نسبه فيتامين الف ودال والاوميجا 3. ده غير ان فيتامين دال بالذات هيقدر يقلل التهاب الجهاز التنفسي عامه سواء علوي او سفلي. عشان كده احنا بنقول في النقطه ان الكولوسيس في القصه اللي زي دي بيبقى وقائي وعلاجي، غير لما اروح اجري واروح اجيب المضاد الحيوي. انت كده بتزود المبلغ طين اكتر، انت قللت المناعه بتاعته اكتر واكتر، خليته فرصه سهله قوي انه يبدا الفيروس ينتشر بطريقه اسرع. في حين انك انت لو استبدلت المضاد الحيوي ده بالكولوسيز اللي هو المكمل الغذائي، انت على الاقل ان ما فتوش ما ضرتوش. وكمان برضه بالظبط، وكمان هنبقى نفذنا فكره انه نحد قدر الامكان من استخدام الانتيبيوتكس اكيد، والريزيستنت بتاعتها والمقاومه هو هيفيده، بس انا بقول لك لكن المضاد الحيوي هو هيضرك مش هيفيدك. لان المضاد الحيوي اول حاجه انت قدامك عقبتين، اول عقبه هل فعلا في التهاب بكتيري موجود عندك ولا مفيش، تاني حاجه نوع المضاد الحيوي تختاره هل فعلا افكتيف وفعال بالنسبه لحاله الاصابه البكتيريه اللي تمت فوق الاصابه الفيروسيه في القصه دي ولا لا. ودي في الحالتين عايزه طبيب مختص. طب انا عايز اسال سؤال، الدكاتره بداوا ينصحوا الناس انه قدر الامكان من فضلكم قللوا المضادات الحيويه، لانه على المدى البعيد ممكن جسمنا يكون اجسام مضاده. انا مش فاهم النقطه دي. المضاد الحيوي لما باخده بيبقى عامل زي مين؟ انا جبت وليكن ندى تضرب فلان. اوكي. كويس؟ فلان ده ما بيعرفش ندى. احنا نخدم برقبتنا والله. انا عارف. والله انا اللي فيا مكفيني ومحتاجه بس حد يقول خش، والله العظيم ما هسمي. طيب فلان ده ندى ضربته اول مره. حلو. خلاص لو شاف ندى تاني هو هيعرف ان ندى جاي عشان تضربه. يبقى اذا ما ينفعش اجيب ندى. لازم اجيب حد تاني غير ندى عشان يبقى عارف عنصر المفاجاه ما فقدوش. ولازم المضاد الحيوي ده لازم يجي على بكتيريا، لان الفيروس ما بيعملوش حاجه. ده سبيشيز وده سبيشيز ثانيه خالص، ده نوعيه جنس تاني وده جنس اخر. فبالتالي لابد ان انا مين اللي يقدر يتساوى معايا في القصه دي؟ الكولوسيز. يقدر يهاجم او يقدر يقوي المناعه تهاجم الفيروس ويقوي نفس المناعه وتهاجم البكتيريا. يبقى انا في القصه دي قدرت انجح افيد بس ما اضرش. هي دي النظريه اللي انا دايما بفكر بيها. لا بس كمان انا من الحاجات اللي بسطاني قوي فكره شكل الكبسوله، كمان دي كبسوله جيلاتينيه صح كده؟ مظبوط. هو فعلا اي ام دي انا يمكن قلتها في كذا مره نجحت في القصه دي، ان زيت كبد الحوت كانت كبسوله كبيره. بالفعل كانت يمكن عقله ونص او عقلتين حجم الكبسوله، كانت بتمثل ازعاج سخيفة بالنسبه للناس نفسيا. لكن الكولوسيز دلوقتي اي ام دي نجحت انها تخليها كبسوله جيلاتينيه رخوه صغيره لا تتجاوز نص عقله صباع. فبالتالي سهله البلع بالنسبه للاطفال فوق سن 8 سنين. طب لو اطفال من سن سنه ل 8 سنين واحنا بنقول ياخد كبسوله واحده في اليوم، ما برضو ده صعب ابلع طفل اقل من كده. انا هبقى صريح معاكي، هي بالظبط بعمل لها سكويز بعصرها او بعصرها وبحطها على اي حاجه بيحبها الطفل اذا كان شرب او اكل. لو تفاعلت مع عصير برتقال مع اي حاجه مع ينسون، هي لا تتفاعل مع حاجه، لا تتعارض مع نوعيه الاكل او الشرب او قبل الاكل او بعد الاكل. فوق 8 سنين باخد كبسولتين، اما في حاله المريض اللي عمره 62 سنه ده ياخد 3 كبسولات. هل مريض السكر من الدرجه الثانيه، طبعا السكر من الدرجه الثانيه يعتبر برضو مرض من امراض المناعه صح؟ هو السكر من الدرجه الثانيه بيمثل من 80 ل 90% من حجم مرضى السكر في مصر. يعني من 80 ل 90%؟ طبعا انت بتتكلمي على رقم رهيب. ان مشكلتي دلوقتي ان الانسولين بدا يقل افرازه من الخليه. احنا خدنا ترتيب على العالم برضو عشان مفتيش انا ما اعرفوش، بس احنا في تقديم متقدم يعني ترتيب عندنا متقدم في مصر أو. دلوقتي بقينا حوالي 12 مليون مريض عنده سكر، 12 مليون من حجم ال 100 مليون او 100 وشويه. يعني احنا اصبحنا يكاد يكون 10% مننا مرضى سكر، وده رقم مهول، نسبه مرعبه. فبالتالي الكولوسيس في القصه دي، خلي بالك الكولوسيس فيه نقطه واتكلمنا عليها قبل موضوع الفيروس ده خالص، ان الناس اللي عندها احتماليه لمرض زي مرض السكر لا هو بيقلل الاحتماليه دي، وبالذات لو كان حد بيدخن او عنده في العيله في مريض سكر سواء كان والده او والدته او حد قرابه اولى. الحاجات دي كلها لما بستخدم انا فيتامين الف وفيتامين د انا بقلل الانسيدنس حدوثه لمرض السكر بل باخره. طيب انا عايزه اتكلم عن لسه امبارح، يعني حد زميل والدتي في المسرح خالد محروس الفنان الجميل احب اوجه له تحيه حبيبي، هو امبارح دخل عنايه مركزه بسبب ان هو عنده مشاكل في الشريان التاجي. سلامتك يا خلود طبعا حبيبي، يا رب تقوم بألف سلامة. دخل عناية مركزة وأنا مش فاهمة،
يعني ايه حد وعنده مشاكل دهون ثلاثيه هو مش تخين؟ أكيد طبعا. أكيد. يعني هو حد وزنه خالد محروس حد مش تخين على الاطلاق؟ لا هي مش بالوزن، يعني انسداد في شريان تاجي. هو ده هي، بص هقول لك حاجه، ترسب الدهون وده يبقى اللي بنقول عليه ويمكن من احد وظائف الكولوسيز الرئيسيه في القصه دي، انه بيتخلص من الدهون الضاره اللي هي الاحماض الدهنيه بتبقى مشبعه زي الكوليسترول والترايجلسرايد. تخيلي ان انت عندك بعبع بيتراكم من الدهون على الشرايين المغذيه العضله زي عضله القلب لحد ما تعمل انسداد مفاجئ، وبفعلا الشخص بيبقى في مره واحده خلاص انا يا اما محتاج اركب قسطره يا اما محتاج قلب مفتوح. القصه دي كلها كولوسيز بيامن القصه دي انه بيتخلص من الدهون الضاره. فبالتالي انا لما اتكلم على كولوسيز بتكلم على كذا فايده ليا، فبتبقى حاجات كويسه قوي بالنسبه لي. دكتور مصطفى شرفتنا ونورتنا، ولحد هنا للاسف الفقره الممتعه دي بتخلص، وكمان الحلقه اقدر دلوقتي اقول لكم بمنتهى الاريحيه باي باي يا زبادي.